السلام عليكم. نحن اليوم في معرض الصين والدول العربية، فنحن الآن في الجناح القطارات فائقة السرعة. سأعرض لكم أسرع قطار في العالم، أو القطار القادم ليكون أسرع قطار في العالم، وهو قطار ماجليف. هذا القطار سرعته 600 كيلو متر في الساعة، هذا سيكون أسرع قطار في العالم. هذا القطار لم يتم استخدامه بعد، الصين الآن تقوم ببناء البنية التحتية له حتى يكون جاهز لاستخدامه في خلال سنتين على ما أعتقد، يعني هم الآن يخططوا في خلال سنتين أن يكون جاهز البنية التحتية. طبعا يحتاج قضبان محددة، وفي الحقيقة الآن الصين تستخدم قطارات سرعتها تصل إلى 400 كيلو متر في الساعة، لكن هذا القطار اسمه ماجليف، هذا باللون الأزرق والرمادي، هو تصل سرعته إلى 600 كيلو متر في الساعة. وهذا القطار يتم بنائه بطريقة خاصة، الإطار الخارجي، تعلموا إذا زادت سرعة القطار فتكون درجة الجو باردة للغاية، فلذلك هم قاموا بصناعة بمادة محددة من الإطار الخارجي حتى يكون يتحمل الدرجات المنخفضة جدا. وأيضا في هذا القطار هو لا يعمل بالديزل أو لا يعمل بالوقود الأحفوري، هذا القطار يعمل بالكهرباء ليحافظ طبعا على البيئة ومحاربة تغير المناخ. أيضا في هذا الجناح ستجد هنا كلمات عربية، هنا هذا القطار مكتوب الاتحاد للقطارات. في الحقيقة هذا القطار هو الآن الذي يعمل في الإمارات، الإمارات قامت بشراء هذه القطارات، ولكن هذا القطار ليس سريع للغاية، هذا يصل سرعته إلى 200، يعتبر أيضا قطار فائق السرعة، ولكن تصل سرعته إلى 200 كيلو متر في الساعة. ما يميز هذا القطار أن شيئين، أول شيء أنه يعمل بالكهرباء، لا يحتاج أي وقود أحفوري، فبذلك هم يعني سيكون بتوفير كثير من المواد الأحفورية. الشيء الثاني أن هذا القطار هو تم بنائه بمواد خاصة، هنا هذه المواد تتحمل حتى درجة حرارة 50 درجة مئوية لدرجة الشمس، لأننا نعلم في دول الخليج مثل الإمارات والسعودية والكويت درجات الحرارة تكون مرتفعة جدا، فلذلك هم يحتاجوا مواصفات خاصة سواء في السيارات أو حتى القطارات. أيضا في الأشياء الأخرى هنا سنجد هنا هذا القطار الذي باللون الأخضر، هذا القطار هو يستخدم، هذا صراحة ليس قطار، هذه عربات المترو تستخدم الآن في السعودية، هذا كما ترون أنه مكتوب مترو كار فور سعودي أريبيا، هذه القطارات تم صناعتها خصيصا للعمل في السعودية. السعودية الآن تهتم طبعا بالبنية التحتية وتأتي بكثير من القطارات وعربات المترو. هذا القطار، هذه عربات المترو تعمل بالكهرباء، وأيضا يوجد بها طبعا التكييفات المكيفة لتحافظ على درجات الحرارة العالية. أيضا هنا سنجد هذا القطار، هذه القطارات، هذه عربات مترو ولكن تعمل في الأعلى داخل المدينة، عكس عربات المترو التي تعمل في أسفل أو في الأنفاق. هذه القطارات المترو أيضا تعمل بالكهرباء، كما تعلمون العالم كله الآن يتجه إلى العمل يعني الاستغناء عن الوقود الأحفوري وعلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة لمحاربة تغير المناخ والحفاظ على البيئة. آخر شيء أيضا لدينا هنا هو القطار الأخضر، هذا القطار الأخضر هو يعمل في ظروف خاصة، كما تعلمون في الصين يوجد جبال كثيرة، وهناك في منطقة التبت هذا القطار يستطيع أن يعني يمشي في الجبال أو على الكباري العالية، في مثل هنا في هذه الصور، كما ترون هنا في هذه الصور توجد كباري على ارتفاعات عالية جدا، هذا هو القطار يعمل خصيصا في هذا. وحاليا الصين تستخدم هذه القطارات في منطقة التبت، منطقة التبت معروفة أن الظروف الطرق ليست ممهدة أو ليست سهلة، فلذلك الصين فعلت هذه القطارات خصيصا لها. هذا القطار أيضا يعمل بالكهرباء، الصين الآن تحاول تستغنى عن كل وسائل النقل التي تعتمد على الوقود الأحفوري مثل البنزين أو الديزل أو السولار، كل هذه الصين الآن تستغنى عنها وتعتمد على هذه. آخر شيء معنا هو القطارات لنقل البضائع، طبعا قطارات نقل البضائع هي يعني هناك كثير من يهتم بها، كل الدول حتى في مصر والدول العربية والدول العالم كلها، فلذلك الصين لديها الآن هذه الشركة، هي لديها الآن نوعين من قطارات نقل البضائع، هذا القطار وهذا القطار. في الغالب كلنا نعلم أن قطارات نقل البضائع هي في الغالب تعمل بالفحم وتعمل بالوقود الأحفوري، ولكن هنا الآن الصين هي فعلت هذه القطارات لتعمل بالكهرباء وبجانب الوقود الأحفوري، فهي لا داعي أن تعمل بشكل كامل على الوقود الأحفوري. هنا أيضا هذا القطار نفس الشيء يعمل أيضا بالوقود الأحفوري والكهرباء، هذا القطار الصين الآن تستخدمه في التجارة بينها وبين نيوزيلندا.
وهذا يعمل يبدو منذ سنوات. والصين تخطط الآن، هذه الشركة تخطط الآن أن تعتمد تماما على الكهرباء وتستغني على الوقود الأحفوري لبناء قطارات تستطيع أن تعمل بكهرباء. طبعا هذه التكنولوجيا ليست سهلة وتحتاج سنوات من التطور حتى تصل إليها، ولكن إذا لدينا الآن عربات نقل، عربات قطارات نقل بضائع تعمل بكهرباء بجانب الفحم أو الوقود الأحفوري، هذا يعتبر تطور جدا. نتمنى أن يكون غطينا لكم هذه القطارات، وإذا عجبكم أي شيء من هذه القطارات أخبرنا في التعليقات. شكرا لكم.